عليه يفرح جمهوره. هنا كرة سعد حلوة والتسديدة 1-0 عن طريق شمام. اليوم سعد يقدم في أداء ممتاز، موجود تقريب في كل الكرات، وذكرني ما قلته من سنة وإن شاء الله يرجع لتلك الأيام وقت اللي تغلق أبوابها. يمشي كولي، كولي حط كرة، فرصة الهدف الثالث وبكير، وفرصة الهدف الثالث ليه؟ هاي التبشويني جول يا دور، هاي التبشويني هدف الثالث. شوف روح المجموعة، شوف الكوليكتيف. استنى على هيثم الجويني بنسخة مدرب اسمه فوزي بنزرتي، الزيت والجاز ما يطلع منه. هنا الثالث، هنا الباس، هنا الشمام والروعة، هنا بكير والأحلى، وهنا الشوطة وارضية زاحفة في الثالث. كولي يا معلم، شمام يا باترو، انت يا فنان يا تكنيك الرائع. بكير يلعب الكورة للهداف، وهدف في افريقيا في اول دقائق، وبالخط في ميركاتو ناري لكل الفرق المنافسة. تمشي كرة خطيرة، وفرصة الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني، والهدف الثاني ليه؟ الهدف الثاني للترشي عن طريق بيلو، عن طريق بلال الماجري. الماجري يسجل أول أهدافه في ماما أفريكا في مرمى الحارس. بعضهم في دور الثمانية من النار. الترشي وفي التقاليد، كرة عرضية حلوة، ضربة من كير، رجع التحضير، تهيئ البيلو، وبلال حط الكرة والثاني الأهداف. 2-0 للترجي، 2-0 للترجي للتونسي في 35 دقيقة، اللعبة انتهت يا سان جورج. ومتعددة ومتنوعة الكرة، 4-0 عن طريق المشي.